أقيمت اليوم في ساحة الحرية بتعز جمعة جديدة تحت شعار المقاومة انتصارات متجددة، وأقيمت خطبة وصلاة الجمعة وسط استمرار قصف ميليشيات الحوثي وصالح على الساحة وأحياء الروضة وزيد الموشكي وغيرها. وكان اللافت اليوم هو مشاركة قائد المقاومة الشعبية في تعز الشيخ حمود المخلافي في حشود الثوار وانتظامه في صفوفهم في رسالة مفادها أن المقاومة هي من ستحمي الثورة وتحقق أهدافها. ورفع المشاركون في جمعة المقاومة انتصارات متجددة صور فقيد الوطن الشهيد القائد أمين ناجي الرجوي والإعلامي المختطف هشام السامعي وغيرهم من الشهداء والمختطفين، مطالبين ميليشيات الحوثي وصالح بالكف عن اللهب بالنار وإيقاف عملية تدمير مؤسسات الدولة وعدم الإغال في كبت الحريات. ظهر اليوم قائد المقاومة الشعبية في تعز الشيخ حمود سعيد المخلافي وهو وسط المئات من المصلين الذين أحيوا جمعة المقاومة انتصارات متجددة، ورصدت كاميرا سهيل التفاف الجماهير حول الشيخ المخلافي لتحيته عقب الصلاة، كما أظهرت الصور كيف استقل الشيخ حمود المخلافي سيارة مدرعة تمكنت المقاومة الشعبية من السيطرة عليها في معارك اليوم مع ميليشيات الحوثي وصالح في محيط جبل جر الاستراتيجي. أصدرت المقاومة الشعبية في شبوة بيانا طالبت فيه الرئيس والحكومة بعدم الجلوس مع الانقلابيين الذين دمروا الوطن، مؤكدة أن الحوار معهم خيانة لدماء الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن كرامتهم وأرضهم وشرعيتهم. ودعا البيان قيادة التحالف العربي بعدم إتاحة فرصة للانقلابيين لإضفاء مشروعية على انقلابهم من خلال التفاوض معهم، كما طالبوا الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في جرائم ميليشيات الحوثي وقوات صالح التي ارتكبتها في الوطن عامة والجنوب خاصة. وكرر بيان المقاومة الشعبية في شبوة تأكيده على رفضه لتكرار سيناريو إعطاء الحصانات للمجرمين والشرعنة لهم لارتكاب المزيد من الجرائم، معتبرا ذلك بأنه يصب في خانة العدال الشعبي اليمني. وقال البيان إن المقاومة الشعبية بشبوة لا تعنيها أي حوارات أو مشاورات في ظل تواجد الغزاة على أراضيها، وأنها مستمرة في المقاومة والطريق إلى التحرير وإخراج الغزاة من المحافظة. احتشد الالاف من ابناء محافظة اب في جمعة جديدة اطلقوا عليها جمعة الوفاة للشهيد القائد امين ناجي الرجوي، وقد رفع المشاركون لافتات تطالب بمحاكمة قتلة شهيد السلم والتعايش امين الرجوي، داعين الى سرعة القبض على كل المتورطين في قتله. كما طالب المحتشدون باطلاق كافة المختطفين السياسيين والحقوقيين ورحيل ميليشيا الحوثي من اب حفاظا على الامن والتعايش في المحافظة. واكد ابناء اب دعمهم للمقاومة الشعبية في محافظات عدن والضالع وتعز وكل المدن التي اجتاحتها ميليشيات الحوثي ومعاونيها بقوة السلاح. كل المجرم والحاقد، كل المجرم والحاقد، لن ننسرج والقائد، لن ننسرج والقائد، فلتسمعها الحوثيون، فلتسمعها الحوثيون، قتلوا رمز السلميون، قتلوا رمز السلميون، فلتسمعها الحوثيون، فلتسمعها الحوثيون، قتلوا رمز الحرية، قتلوا رمز الحرية، فلتسمعها الحوثيون، فلتسمعها الحوثيون، قتلوا رمز الحرية، قتلوا رمز الحرية. خرجنا اليوم وفاء لروح الشهيد الأستاذ أمين الرجوي الذي اغتالته عصابات الاختطاف الذين يدعون أنهم أنصار الله، والله إن الله بريء منهم. يقف الآن وفي هذه الساحة جميع الثوار من جميع محافظة إب في هذه الجمعة، جمعة الوفاء للشهيد القائد أمين ناجي الرجوي الذي استشهد على يد أرض الخلق الله الحوثة الجبناء الذين قاموا باختطافه ثم في التعذيب ثم قاموا بقتله ووضعه في أماكن السلاح. نقف اليوم معزين لكل أبناء اليمن ولكل أبناء المحافظة عامة، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتغمده في عداد الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والقصاص قادم قادم قادم.
حملت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة ذمار ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن قتل القيادي في مشترك إبو رئيس الدائرة السياسية للإصلاح الشهيد أمين الرجوي التي اختطفته وسجنته في موقع عسكري مستهدف، وكذلك الشهيدين الصحفيين يوسف العزري وعبد الله قابل وسائر المختطفين الذين قضوا في جبل هران. وعبر مشترك ذمار في بيان صحفي عن أسفه أن تتحول المدينة إلى سجن كبير ومخزن واسع للأسلحة بصورة مخالفة للعقل والمنطق، تنم عن حقد أو كراهية لأبناء المحافظة الذين أصبحت حياتهم مهددة بالخطر. وعبر مشترك ذمار عن رفضه التام لسياسة الجماعة المسلحة جملة وتفصيلا ورفضه وجودها بهذه الصورة. أصدرت القوى الثورية بمحافظة حج بيانا بخصوص الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية في المحافظة، وأدانت بشدة ما تقوم به هذه الميليشيات من انتهاكات وتعسف صارخ بحق الإنسان وحريته والمؤسسات ومكانتها. واعتبر البيان ما قامت به ميليشيات الحوثيين من اقتحام لمقرات الإصلاح في المحافظة والمؤسسات التنموية والخيرية ونهب أثاثها ومحتوياتها واختطاف حراستها واعتقال بعض القيادات الشبابية والكوادر الإعلامية ومحاولة اقتحام منازل الشخصيات السياسية والاعتبارية في المحافظة وإطلاق الرصاص العشوائي عليها وعلى حراستها الذين أصيب بعضهم بجروح بالغة ولم ينجو البعض من الاعتقال رغم إصابته. اعتبرت كل تلك الأعمال سلوكا همجيا وتعسفا واضحا. وطالبت القوى الثورية والحركات الشبابية في حج بسرعة إطلاق كافة المعتقلين والإفراج عنهم وإخلاء المقرات والمؤسسات التي تم مداهمتها من المسلحين وإعادة ما تمت مصادرته ونهبه، والتوقف الفوري عن تلك الممارسات الطائشة بحق الإنسان والمؤسسات ورد الاعتبار لها. كما دعت لقيام الدولة وأجهزتها الأمنية بواجبها الوطني في استتباب الأمن والاستقرار وعدم السماح لعصابات الفوضى بتقويض أمن واستقرار مدينة حجة. كما طالبت بعدم استخدام المناطق الحدودية بالمحافظة مركزا للعمليات العسكرية لما لذلك من نتائج كارثية على المواطنين ومساكنهم. تمكنت المقاومة الشعبية في محافظة مارب من استعادة موقع تبة البس المطلة على وادي الجفينة الذي تمر عبره إمدادات الحوثيين. وشهدت الجبهة الغربية مواجهات عنيفة منذ مساء الخميس حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، وتجددت المواجهات بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وصالح في جبهات القتال في محافظة مارب على أكثر من صعيد. شنت طائرات التحالف العربي عدة غارات جوية على عدد من المواقع مديرية ذي نعم بمحافظة البيضاء. الطيران استهدف ظهر اليوم مواقع في منطقة الكسارة والسيرة والدقيق التي يتمركز فيها الحوثيين وقوات موالية لصالح، وشهدت ألسنة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة. إلى ذلك أفادت مصادر محلية أن 21 من ميليشيات الحوثي وصالح سقطوا بين قتيل وجريح جراء قصف الطيران على موقع الكسارة بمنطقة السيرة بمديرية ذي نعم. كشف الكاتب البريطاني ديفيد هيرست على أن علي صالح تآمر مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة لتنفيذ هجمات باليمن كي يستغلها للبقاء في السلطة بحجة مكافحة الإرهاب. ونقل هيرست في مقاله اليوم بموقع ميدل إيست آي البريطاني عن هاني محمد مجاهد الذي كان عضوا بالقاعدة في شبه الجزيرة العربية وعمل بوكالتين لمكافحة التجسس تابعتان لعلي صالح أن حكومة الأخير سهلت مهمة القاعدة لتفجير السفارة الأمريكية في صنعاء عام 2008 وفعلت نفس الشيء مع هجوم آخر ضد مجموعة من سياح الأسبان كانوا يزورون معبدا في صحراء مارب عام 2007. في جريمة جديدة تعكس الانحدار الأخلاقي الذي وصلت إليه ميليشيات الحوثي وصالح، أقدم أحد مسلحيها يوم أمس بالاعتداء على وقفة احتجاجية نسائية لأسر المختطفين وقام بنزع حجاب إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية. ويعتبر الاعتداء على النساء من الجرائم غير المسبوقة في التاريخ اليمني، وإقدام الحوثيين على مثل هذه الممارسات يعكس حالة الانحطاط التي وصلت إليه هذه الميليشيات ومدى تعديها على مختلف القوانين وتنكرها للأعراف والعائلات
العادات اليمنية الأصيلة التي تجرم مختلف أنواع الإساءة للمرأة. وكانت عشرات النساء من أهالي المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي وصالح تحركن في مسيرة احتجاجية من أمام وزارة حقوق الإنسان إلى مبنى الأمم المتحدة في شارع 60 بالعاصمة صنعاء. وحذرت المشاركات ميليشيات الحوثي وصالح من استخدام مختطفيهم كدروع بشرية في مخازن السلاح والذخيرة، كما حملن صالح والحوثي بشكل شخصي مسؤولية حياة المختطفين مطالبنا بسرعة الإفراج عنهم. استهدفت المقاومة الشعبية في محافظة ذمار صباح الجمعة طقما لميليشيات الحوثي في مدينة معبر، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف المسلحين الحوثيين. وأكدت مصادر خاصة أن رجال المقاومة استهدفوا الطقم الحوثي بعبوة ناسفة على طريق صنعاء تعز عند مدينة معبر، في حين أفاد شهود عيان أنهم شاهدوا سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان.